العكس من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي ايدي اخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكس لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا أمسي يا هالجرح العميد وبعيش حياتي لأول مرة حلوة وسعيدة مجنونة حرة لو حأرسلها حبيبي رايحة بكره جيبه من الإسكندرية إن شاء الله. بعت لك المبلغ مع هشام. ليك فادي سؤال شو عاد صار بسيارة عاصم؟ يعني بعد ما طلع أول السيارة ولا كيف؟ لا بس عم شوف إذا في شي جديد. طيب حبيبي. لا ولو يلا باي. خليكي مثل ما انتي، يعني ما تواجهتي. كيف ناطرتك؟ وقتي حسن بأي لحظة ممكن حدا يدق الباب. استني عشيقك. ايش بدنا نفكر؟ علاقتي بكريم مبنية على الاحترام، علاقة بريئة. يعني بدك تقنعيني انه ما لمسك، ما ضمك، شم ريحتك.
هيك ما شاف؟ بليز كريم معه مفتاح ممكن يوصل بأي لحظة. معه مفتاح؟ عم تقوليها بكل وقاحة يا فاشرة. صدقني مش مثل ما أنت مفكر. كريم معتقد إنه أنا مريضة مرض نفسي. إنه اللي عم بيصير هو مجرد تهيؤات. خايف علي إنه يأذي حالي. فكر إنه أنا عم بتخيلك. إني عم شوفك بمنامي. فكرني عم هلوس. بعتي له رسالة. رسالة شو؟ وداع. رسالة وداع. أنا امبارح كنت عند الشرطة. قدام بليغ إنه في رسائل تهديد عم توصلني. وقلت لهم إذا أنا بصير لي شيء عاصم غريب هو القاتل. أنا معجب براسك. أنا مبهور كيف عم يشتغل دماغك. يا ريتني اكتشفت هذا الشيء من قبل. يا ريت. لك كيف ما اكتشفت؟ لحمة. كنا تسلينا مع بعض. كسرنا الروتين وكانت حياتنا مليانة إثارة وتشويق. كنا قضيناها لعب بلعب. عم نلعب مع بعض وعلى بعض. ليش روعت علينا هالفرصة يا نايا؟ يلا على كلين ما راح شي. لسه في وقت. عاصم عم بقلك انه انا خبرت الشرطة واسمك صار عندهم وخالتك وامك. شو بهم؟ يعني مثل ما انت بدك. كيف يعني؟ يعني إذا بدك إياهم يكونوا بخير فهن بخير، وإذا أنت مستغنية عنهم هذا الشيء بيعود إليك. مين يا فادي؟ مين يا فادي؟ عاصم؟ شو عملت فيهم؟ بالحفظ والصوم. كيف تأكد؟ اكتبي الرسالة وبعتيها وبخليكي تسمعي صوت. شو نامي؟ بدي حقق حلمي. بدي أخذك ونروح على جزيرة ما نشوف حدا فيها ولا حدا يشوفنا. ألو؟ أيوة يا إنجي. لو كنت عايزة تطمني على الأمانة تطمني. هشام لسه ما وصلش لبنان. عارفة يا حبيبتي، هو أنا ما قلتلكيش أنا لسه موصلة المطار دلوقتي. أنا بس بكلمك عشان أقولك يعني إنك تشكريه بجد يا إنجي.
أصل هو لطيف وجنتلمان قوي. ده من ذوقك. هو عموما أول ما يوصل لبنان هيكلمني. طب يا إنجي، ممكن أطلب منك طلب؟ ممكن أول ما يوصل لبنان تطمنيني عليه؟ أطمنك عليه بمناسبة إيه؟ أصل يعني خايفة أكون اديته نمرة صحابي غلط. ولا أقولك ما تشغليش بالك، أنا نسيت أصلي اللي أنا خدت نمرته. باي. الو، هاي. ايوه هشام، شو صاير عم تسرب حركة المطار؟ هلا بعدني واصل. الحمد لله على السلامة. رحلتك كانت عاملة ازاي؟ عادي رواق. مش عايز تقولي حاجة يا هشام؟ بلا، وحشتيني يا انجي. مش مصدق امتى هرجع مصر عشان اشوفك تاني. يعني مش ناسي حاجة كده ولا كده؟ لا شو بدي اكون ناسي، ما اصلا ما معي شيء. المهم الحمد لله على سلامتك. ايه اطمني كله تمام. اه ما تنساش تبقى توصل الامانه لاصحاب نهى، لحسن دي قلقانه عليها قوي. خلاص اوكي ولا يهمك، هلا اول ما اوصل على البيت بحكيها. اوكي يا هشام، خلي بالك من نفسك. كريم، ما بقى قادرة اكذب عليك، انا عمري ما حبيتك. وجودي هون كان مرحلة لبين ما تنحل مشاكلي، وهلا انحلت ورجع من مطرح ما جيت. بليز ما تتصل فيي، ما تدور علي، انسى اني كنت موجودة. مرتبين المربى كان هدية الوداع، انا هيك بودع الناس اللي بتعرف عليهم، هيدي طريقتي بالوداع، الوداع الأخير. نايا، thank you.
مساء الخير يا فندم. اجهز لحضرتك العشاء؟ خير يا فندم. حضرتك حاسس بحاجه تضر الدكتور؟ أخيراً اتحقق حلمي، أنا وأنتي لحالنا. بس في شي ما حسبت حسابه. نوريني فادي. فادي بكرة ما بدي يستفقد أمه وما يلاقيها. برافو 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 نايا، بيعجبني فيكي مخك المفتح. لو كنتي محلي شو كنتي عملتي؟ ما بعرف، ما عندي فكرة. ولو ما أنتي أم الأفكار. ما بعرف فكر أنا ومحبوسة. سبق وكنتي محبوسة عندي وطلع معك أفكار عبقرية. شو الفرق هلا؟ الفرق إنه ما بقى بدي أهرب. استسلمت لقدري. إذا ناوي تنتقم مني يلا. يلا شو ناطر؟ قتلني قبل ما حدا ينتبه انك بعدك عايش. لو بدي قتلك كنت قتلتك من لما عرفت انك وحده غداره وخاينه وعيبه. انا ما حدا رح يلومني، الزوج المخدوع اللي عم يدافع عن شرفه وسمعته وعرضه. رصاصة وكل واحد فينا بيروح بحال سبيله، بس هذا الشيء ما كان رح يشفي غلي. أنا ما رح خليك تموتي بدون محاكمة. بدك تعيشي كل لحظة ألم عشتها لأني فقدتك، والحزن اللي كان عم بيذبحني مثل حد السيف لأنك انتحرتي. الندم كان عم ينخر بصدري نخر لأني حملت حالي مسؤولية كل شي صار. رح خليك تموتي بس على مهلك. بس قبل هاد وهاد انتي بعدك زوجتي، أنا لساتني زوجك واللي عليك يا حبيبي. خدي حطيلي من هذا البرفان، بدي شمه عليكي. اشتقت شمه على جسمك. وهلأ يا نجاة شو بدنا نعمل؟ طول ما نايا رهينة عند عاصم ما فينا نعمل شي يا فادية. لك أخ أخ، لو فيي اتصل بفادي ضروري اتصل فيه، لازم فادي يعرف، بلكي بيتصرف بيعمل شي. روح نايا، بين ايدي يا فادية. وإذا خبرتي فادية هيدا معناه إنه راحت نايا، ولا نسيتي شو حكي عاصم؟ يقصف عمره، الله لا يوفقه. من وين طلع لنا هيدا عاصم هلا؟ ليكي مش على اساس ميت وشبع موت؟ كيف رجع عنبز؟ اخ اخ قلنا خير ارتحنا، رح تفرج، رح لعجلنا يومين، بس ما له حظ يا اختي، ما له حظ، بده يضل يشقى بالتعتير طول عمره. الصبر الصبر يا فادي الصبر. ليكي اختي انا بتحمل كل شيء الا الحبس، بس انه تحبسيني هيك بقودة بين اربع حيطان بختنق بختنق بطق، ما فيي ما فيي اتحمل. Thank you.
ايه مالك ما تنزلي؟ سليم. سليم مين؟ سليم هيكون سليم مين يعني؟ سليم بتاعنا يعني؟ اه. ماله؟ ايه رأيك فيه؟ رأيي فيه في ايه يعني؟ مش فاهم. عايزة اعرف عنه كل حاجة. كل حاجة؟ متقدم لي. ايه؟ متقدم لك؟ يا بجاحتك يا اخي، بقى عايز اتجوزك وانا اخر من يعلم؟ لا طبعا انتي مش اخر من يعلم، انتي اول من يعلم. انا حتى لغايه دلوقتي ما قلتش حاجه لماما. لا يا حبيبتي، كتر خيرك انك قلتيلي. والموضوع ده بقى ابتدى من امتى؟ يوم حفله الافتتاح. قصدك ايه، اليوم بتاع خطوبه نايا وكريم؟ اه بس انا ما حبيتش افكرك. لا كويس انك فكرتيني. ليه بقى؟ عشان يا ست مي انت لازم تعرفي حاجه كويس جدا وتحطيها في دماغك. الاستاذ سليم ده واخدك كوبري وبس. كوبري؟ اه كوبري. كوبري عشان يطلع من حاله الاحباط اللي هو فيها ويوصل لبر الامان. ولما يوصل لبر الامان يا حبيبتي هيرميكي زي الكلبه، هيمشي ويسيبك. انت عماله تتكلمي بالالغاز كده ليه؟ طب يا ستي هجيبها لك على بلاطه. استاذ سليم كان بيحب نايا وعايز يتجوزها، بس لما جه كريم خطفها منه. فهمتي ولا عيد من الاول تاني؟ فطبعا لما شافك في الحفله كنت بالنسبه له احلى حاجه في الدنيا وعايز يتجوزك فرصه. هو ليه ما قاليش الكلام ده؟ ازاي ما قاليش الكلام ده؟ يعني عايزاه يا حبيبتي يتكلم عن خيبته؟ ما هو لازم يبان قدامك بطل. حتى لو كده الجواز في الاخر اسمه ونصيب. انت بنت اتجننتي ولا اتهبلتي ولا حصل لك ايه؟ اسمه ونصيب ايه وبتاع ايه؟ بعد كل اللي بتكلم معاكي فيه وبقولهولك برضه بتدافعي عنه؟ دي ظروفه وانا لازم استحمله فيها. اه ظروفه. بصي يا مي حبيبتي، من الاخر انا مش موافقه على الجوازه دي. انسي الموضوع ده خالص. عم شلبي. نعم يا مسامح. هو استاذ كريم مش جاي النهارده ولا ايه؟ والله ما انا عارف يا بنتي، انا عديت عليه في البيت وسالت امينه وبدوي قالوا لي انه تعبان شويه ومش عايز يقوم من السرير. تعبان ومحدش قال لي ليه؟ هو ناقص في حاجه يا انسه انجي؟ لا مفيش حاجه، انا هكلم له الدكتور يروح له. طب بالاذن. اتفضل يا عم شلبي. ازيك يا انجي؟ زي الزفت، باين عليه نهار مش فايت. ليه بس؟ في ايه مالك؟ في حاجه غريبه قوي بتحصل يا سليم. غريبه زي ايه؟ كل العروض والمناقصات اتسحبت من الشركه بتاعتنا وراحت لشركه مراد الساعي. مراد الساعي؟ مش دي الشركه اللي نوعها راحتها؟ وطارق. ايه الصدفه دي؟ نعم انت فعلا شايفها صدفه؟ اكيد لا يعني. وهتتاكد اكتر لما تشوف عروض الاسعار. مالها عروض الاسعار؟ اللي اسمه مراد الساعي ده مجنون، ده مش بس محطم اسعار شركتنا، ده محطم اسعار السوق كلها. بس انا مش فاهم هو هيستفاد بايه من اللي هو بيعمله ده كله يعني؟ عايز يبقى الكل في الكل. بس ده هبل، ده كده هيخسر، ده مش محصل حتى سعر التكلفه. الا اذا كان بقى بيخطط لحاجه تانيه. هي دي. بس بيخطط لايه ده؟ مش عارف، مش عارف يا سليم. بس اللي انا متاكده منه ان هو بيحاول يسوق سمعه الاستاذ كريم علشان يطلعه حرامي وبيسرق العملاء والمستثمرين بتوعه. لا يبقى مستر كريم لازم يعرف الحكايه دي دلوقتي حالا. مستر مراد بيسلم على حضرتك كتير قوي يا شكري بيه، وبيقول لك هو مستعد يقابلك في الميعاد اللي حضرتك تحدده. وانا شرفني اني اتعرف على رجل اعمال باخلاق مراد بيه. هي اخلاقه دي يا فندم هي السبب الرئيسي اللي خلتني اسيب شركه الشافعي واروح اشتغل معاه في شركته. وده احسن قرار انت اخذته. وعلى فكره اعتبارا من النهارده انا قررت ان كل مشاريعي تبقى في عهده مراد بيه الساعي. والله يا فندم ده احسن خبر سمعته النهارده. عارف الشيء اللي انا بتندم عليه ايه هو؟ ايه يا شكري بيه؟ ان انا ما قابلتش مراد بيه من قبل ما ابدا مشروعي ده. كنا على الاقل وفرنا نص التكلفه. اللي حصل حصل بقى يا فندم، احنا ولاد النهارده، خلينا بكره. على رايك يا باشمهندس، قول لي بقى تحب تشرب ايه؟
اللي تشوفه حضرتك اي حاجه. انا مش فاهم الدنيا جرى فيها ايه، ايه اللي بيحصل لي؟ انا مش فاهم مين مراد الساعي وعايز مني ايه. الاجابه هتلاقيها عند نوها حضرتك، هي اللي قابلته وهي اللي اقنعت طارق ان هو يسيب الشركه ويروح له. ايوه يا فندم هي نوها دي، حتى حاولت تقنعني ان انا كمان اروح له بس انا رفضت. ورفضت ليه يا سليم؟ ده المغريات هناك احسن من عندي بكتير. ما تتفضل تروح، مستني ايه؟ لا يا فندم مش هروح له، حياك اللي عاملنا وحياك اللي معلمنا، هلاقي فين حد قلبه كبير وصادق وكريم زيك. بشكرك يا سليم على كلامك. طول عمري كان جوايا ايمان ان اللي جاي افضل. خساره، انا مش عارف ليه هم مصرين يجروني لورا. المشكله مش في نهى وطارق يا فندم، المهم احنا عايزين نعرف هو ليه ظهر فجاه وعايز ايه ومين وراه. تقصدي مراد الساعي؟ ايوه طبعا. عندك حق، انا لازم اقابله. كيف إلك قلب تحاربيني من هالخلطات السحرية؟ حرام عليك، كنت عايش بعد حاسس حالي بصحراء. بدي أطمن على أمي. طمن على أمي. طمني، أمك بخير. شوفي طالما عم تسمعي كلمتي وتنفذي أوامري وتطيعيني تعملي كل شي بديها، أمك رح تكون بخير. شو اللي بيضمن لي إنه أمي بخير؟ تسمع صوتها لحتى أتأكد. للأسف ما في معها تليفون. لا مش كيف فاتتني هي؟ يلا بكرة بس ينضم لهم فادي رح أعطيهم تليفوني بيستقبل بس ما بيرسل. فادي؟ كيف؟ ما أنا سألتك إذا في عندك حل، ما كان في عندك جواب. أنا عم بحاول استدرج فادي لحتى يوقع بالفخ. لهو رح يتصل بأمه وأمه ما رح ترد عليه، رح ينشغل باله، رح يعمر حاله يروح على اسكندرية لحتى يطمن عليه. رح يكون في مين عم يستقبله أحلى استقبال. شو ناوي تعمل؟ لا ما ينشغل بالك أبدا، يعني هيك فركة إذن على الخفيف. فادي ما خصو عزم، ما خصو. لا خصو، رح يدفع الثمن غالي كتير. شوفي كل واحد شارك بهالجريمة من بعيد ومن قريب رح يكون عقابه وخيم. راسي رح ينفجر. راسي وأنا هيك، أنا كمان راسي رح ينفجر. كلك هذا النوع من الأدوية إذا الواحد بلش يتعود عليه صعب يقدر يستغني عنه. اشربي اشربي، بركي بتنامي نومة طويلة ما بتفيق منها. ادعي لربك ما تفيق، لأنه إذا فقتي يا حرام شو رح يكون ناطرك. إن شاء الله ما فيق، إن شاء الله نم وأقوم. لك إن شاء الله بموت لحتى أخلص منك. أنا ما رح خليكي ترتاحي قبل ما تخلص اللعبة. لعبة شو؟ لعبة الموت. أنتي بلشتيها وأنا رح أكملها. لعبة عبقرية أنا انغرمت فيها، حبيتها كتير. يا الله ما أحلاكي يا نايا، أنتي حلوة كتير، وحدة عبقرية ملهمة. حما كيف ما اكتشفت انه انا متجوز وحدة عبقرية؟
عبقرية مثلك متجوزة واحد أهبل مثلي. أنا كنت بفتكر حالي أذكى رجل بالعالم، طلعت حمار. برافو، عن جد برافو. الو، ايه هاي فادي، كيفك؟ تمام. انا بمصر، لا في شيء؟ اف ليناي، من وقتها ما بقى حكيتك. طيب احكي امك اسالها عنا. ايه كيف يعني ما حدا عم برد؟ طيب خلص لا لا لا، اكيد اكيد ما في شيء. هلا انا بشوف شو القصه وبحكيك. ايه حبيبي، بك لاه يا عمي، خلص ولو. طيب اوكي حبوب، يلا باي باي. ايه الاخبار؟ مالك مبلم كده ليه؟ فيش حبه مشاكل في الشغل. اخبار نوعها ايه؟ كلمت معاه النهارده الصبح. وقالت لك ايه؟ قالت لي ايه حكايه نايم؟ ما كلمتنيش عنها ليه قبل كده؟ ما هو اما بالواجب وزياده اهو، اكلمك عنها ليه؟ سليم من فضلك، انا حابه نكون واضحين مع بعض من البدايه، مش حابه اتفاجئ بعد كده. مفاجئة ايه؟ زي اي شاب في العالم، حبيت واحده واعجبت بيها وما حصلش نصيب. مش اول مره تحصل، بتحصل كل يوم. يعني انا مش كوبري؟ كوبري؟ انا عايز اتجوزك يا بنت. وانا موافقه. طب وقابلتك نوع هتعملي فيها ايه؟ وافق بقى على مهله. يعني هتقعدي معايا في الاقصر؟ امري لله، الجواز عايز تضحيه. حبيبي يا مضحي. هاي هاي، سوري اتاخرت. ولا يهمك، ميت جوع على فكره. حالا هيجي المترو وتطلب اللي انت عايزه. لا انت ما رح تاكلي؟ لا لا لا، انا مش جعانه خالص. كل انت. ايه؟ بدك اياني اكل لوحدي؟ المشكلة جعان كل. لا مشكلة ونص، يعني انا كل عمري اكل لوحدي، فما صدقت انت خطبت هيك بنت لذيذة مثلك تبقى اكل انا وياها. بدك اياني اكل لوحدي؟ إيه لا محزر. بتعرفي شو دو مازال انجي؟ انا بفضل موت من الجوع انا وناطرك عن انه اكل لوحدي. كيف؟ هشام. عيون هشام. هو انت لما فكرت ترتبط بيا فكرت كويس؟ ليك في عنا غنية بلبنان بتقولي اللي بده يتجوز يتجوز هو سكران. يعني ايه؟ يعني الواحد ما لازم يفكر فيها كتير، لانه اذا كتير فكر فيها بغير رأيه. تغير رأيك؟ طب وعلى ايه؟ لا خد وقتك خالص وفكر زي ما انت عايز. عايز تغير رأيك غير رأيك عادي. شو بك يا دخلي؟ كل عمرك ضحكتك من الدنيا للدنيا، ليش هيك صاير دمك تقيل؟ الله، ده انت فكرت بسرعة كمان واكتشفت ان انا دمي تقيل. ايه؟ شو صاير معي؟ هشام انت وصلت الامانه لاصحابها؟ قصدك انيه البرفان. انيه البرفان. اذا بقول لك سر ما بتخبري حدا؟ قولي. كان في عيد ميلاد واحد رفيقي وكنت ناسي اجيب له هديه، فهديته البرفان. اديته البرفان. ايه يعني من كل عقلك بدي تلفن لوحده ما بعرفها، كمان وصل لها امانه من صاحبتي. شو كان اسمها دخلك؟ سهى؟ ده انت كمان نسيت اسمها. انه طبيعي، وقت ما اكون مهتم بالشخص طبيعي انسى اسمه. لا ونسيت كمان انها وصلتك المطار. هي قالت لي؟ دي اتصلت بيا مخصوص علشان تقول لي.
غريب، مع انه اتفقنا الموضوع يبقى بيني وبينه. انت بتهزر. ماشي يا هشام، صدق ان انا ممكن اردها لك. والله كيف بدك تردها لي؟ همشي في الشارع اشوف اي حد رايح المطار اوصله وانسى اقول لك. اشتقت لك. وانا كمان اشتقت لك. اشتقت لك كتير. انت كمان وحشتني جدا. على فكره كلمتك كتير وتليفونك كان مقفول. سافرت يومين. انا بجد قلقت عليك. ده لازم اقول لك بقى الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يسلمك كتير. عندي ليك خبر، انما ايه؟ تحفه. انت دايما بتجيبي اخبار حلوه. العروض كلها رست علينا. واو واو واو، هي بدها احتفال كبير. معقوله؟ مش قادرة أصدق. كريم الشافعي. رد علي. متأكد يعني عادي رد علي؟ طبعا عادي طبعا. شوف شو بده. ألو. أيوة أستاذ كريم، إزيك؟ إزيك يا نهى؟ أنا الحمد لله كويسة، أنت عامل إيه؟ نهى أنا عايزك تحددي لي ميعاد مع مديرك الجديد الأستاذ مراد الساعي. عايز نعمل لك ميعاد مع استاذ مراد الساعي؟ اظن سمعتيني كويس. طيب انا هشوف مواعيده ايه الفتره الجايه وهظبط لك ميعاد ان شاء الله. هرجع اكلمك على طول. باي باي. ايه اليوم الساعه 9 المساء؟ طيب اكلمه دلوقتي يعني ولا اعمل ايه؟ كيف معه بعد ساعه؟ ماشي.